هذا شوف بنشتري من الفلاح، هسه نزلناه من الفلاح، نشتري من فحصه كله درجه اولى. ها شوف عينه هذا، هسه شوف هالنوعيه، هالنوعيه مكتوم لان هسه قليلات مكتوم، بس هذا شنو ما يتحمل، هذا بعد ساعتين ثلاثه تنمرد يعني من طريق، وهاي ما يتحملها. يلا ابو بس لسه عمران جاي يشتغل بيها هسه، لان يتحمل هذا الشويثي والبريم ما يتحمل ينمرد، هذا يتحمل تودي البغداد يتحمل سفر، يتحمل الكرتون عادي. ناخذ من الفلاح هسه حاليا 2 الا ربع اليوم، والاسعار تصعد وتنزل، هناك نبيع هم ب 2000، الرزق على الله. علوه الجميله، الرشيد، الدوره، كلهن ذن جاي نذبلهن. نعم يجون هنا يشترون يقطعون سعر نوديه لهم. لان هم فلاح تشوف عينك فلاح يجيبه نوزنه ناخذه من عنده، قبل نفرقه بالكرتون نوديه. اول ما يطيح الرطب سعر التمر بيعه 3.5 سعر الرطب، بعدين نزل تدريجيا من يكثر العدد نبيعه 2000 2.5، بعدين نزل الى 1750 رطب استعمارا. ورا الاستعمار راح تكون الرطب الشويثي الاصفر والشويثي الاحمر والبريم والمكتوم، بس هذا ما نبيع على ابو الجمله، ما يصدر تمرته معه، بس تمر احسن التصدير، فنبيع على المحلات ازيد، نبيع كيلو 3 الشويثي الاصفر. يعني الانواع اللي نشتريها جاي مثل القنطار والاستعمران والبرحي والمكتوم والشويثي، هاي الانواع اللي جاي نشتريها حاليا. نشتري مثلا مو سوى ورا الرطب، نشتري 2 الا ربع نبيع ب 2000 هيك 2100 2000 وربع الزين، يعني كل من وسعره. تشتري الشطره، تشتري السماوه، تشتري الحله عندك والديوانيه وكربلاء والنجف، والباقي اكثر التصدير حول الى بغداد، لانه بغداد كعاصمه، عاصمه العراق، فيصدر لها اكثر من باقي المحافظ. الرطب المفضل هو المكتوم، الشويثي طبعا طيب، القنطار، يعني باقي يسموها الرطب الالوان. احسن انا بالنسبه لنا هنا يعني بالداخل كقضاء وكمحافظه هو يستقبل الملون، اللي هو الملون يسموه القنطار، المكتوم، الخضراوي.